إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة عباد الله، النصف من شعبان، والسماحة وإصلاح ذات البين، حديث فيه الكلام عن جميل من الأخلاق، ومتابعة لأمر الخلاق سبحانه وتعالى في إصلاح ذات البين. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، إلا لمشرك أو مشاحن. وقبل الحديث في هذا، فإنه يقال التخلية قبل التحلية. فالعبد إذا كان عليه لأخيه مظلمة قبل أن يكون ممن يسامح، ينبغي عليه أن يتحلل هذه المظلمة، وأن يتخلص من ظلمه لأخيه. لا يكون ظالماً ويقول أنا مسامح لك مع أنه هو الظالم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. سيأتي يوم على الناس ليس بأيديهم نقود يدفعون بها عن أنفسهم الشر أو يجلبون بها لأنفسهم الخير، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، يعني يوم القيامة. لا يوجد في ذلك اليوم إلا الحسنات والسيئات، إلا الحسنات والسيئات، الأعمال التي عملتها في الدنيا. قال: فيؤخذ من حسناته بقدر مظلمته. فإن لم يكن له حسنات، إذا كان له حسنات، هذا إذا كان له حسنات، أخذ من حسناته بقدر مظلمته. يعني أنت الآن تتبرع لمن تسيء إليه بكل صدر رحب، خذ ما قدمته، صمت اليوم، قمت الليل، قرأت القرآن، تصدقت، جاهدت في سبيل الله، خذ هذا هدية من خلال المظلمة. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فحمل عليه.
نسأل الله العافية والسلامة. إذن أول شيء ينظر الإنسان هل لأحد عليه مظلمة يتحلله منها، ثم على الإنسان أن يتسامح مع الناس. قال الله تعالى والعافين عن الناس، جميل الخلق والخلق الجميل، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول صل من قطعك وأعط من حرمك واعف عمن ظلمك. هذا ظلمك ومع ذلك تعفو عنه، هذا الخلق الجميل. فإذا جاء الخامس عشر من شعبان، ولعله يكون هذا الذي نحن فيه، فينبغي على المسلم إذا أراد أن يغفر له أن يصفح ويسامح ولا يبقي مشاحنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إلا لمشرك أو مشرك يغفر لكل الخلق أبدا. وقبل الكلام عن المشاحنة، على وجه السرعة نلحظ في الحديث يغفر أو فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. المشرك والشرك المقصود هنا سواء كان شركا أكبر أم شركا أصغر، من كان عنده شرك في عمله في لفظه في اعتقاده، ومظاهر الشرك كثيرة كما تعلمون، فينبغي على العبد أن لا يبقي شيئا من ذلك، فإن كان شيئا من ذلك يتوب إلى الله، وإن لم يعلم من نفسه فيقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. حتى لو لم تكن تعلم تستغفر الله لما لا تعلم حتى يدخل عليك هذا أو هذه المناسبة وأنت طاهر من ذلك، هذه واحدة. وتعلمون أن الشرك أمر فظيع عظيم، فالشرك لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك، والشرك يحرم على الإنسان دخول الجنة، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. مع الشرك لا ينفع عمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. مع الشرك لا أمن للإنسان في حياة ولا ممات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني الشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالعبد ينبغي عليه أن يحذر كل الحذر من الشرك في جميع حياته، لأن الإنسان قد يموت في أي لحظة فيموت على الشرك فلا يغفر له، نسأل الله العافية والسلامة. والعبد المشاحن، لأن المقصود من المغفرة أن الله عز وجل يمحو عنك ويستر عليك ما كان منك تجاهه، فكيف تريد أن يعفو ويصفح عنك وأنت لا تعفو وتصفح عن عباده وخلقه. ويذكرنا هذا بالصديق الأكبر رضي الله عنه لما تكلم قريبه مصطح ابن أثاثة في عرض عائشة الصديقة، تكلم بغير حق وتكلم في عرض الرسول صلى الله عليه وسلم وتكلم في عرض ابنته وهو بشر، ابنة أبي بكر بشر من البشر، وتصور أن إنسانا تكلم في ابنة من بناتك بأفظع الكلام، كيف يمكن أن تصفح عنه؟ ولكن قلنا الصديق الأكبر، القلوب الكبيرة لا تحتفظ بالأحقاد والغل والكراهية، قلب كبير يتسع لكثير
من ظلم وإساءة وغير ذلك. فالذي قلبه صغير لا يستطيع إلا أن يحقد، وإلا أن يكون في قلبه الغل والكراهية والحسد، قلوب ضيقة جدا، لا يريد الله هذا القلب أبدا. ونلحظ النصوص في تطهير القلوب بشكل دائم. هذا القلب الكبير إنما فعل ذلك لمجموع أمور، كلامه في ابنته، كلامه في الصديقة وهي خير النساء مع قلة من النساء أو في قلة من النساء، وهي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كلام في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد منه أن يساء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فينزل القرآن حينما يقول الصديق: والله لا أتصدق عليه. كان يتصدق عليه دائما، عليه نفقة كان قريبا له. فينزل القرآن الكريم في الصديق مبينا فضله وكرمه وكرامته ومنزلته عنده سبحانه وتعالى، ومنوها به مومئا إليه إيماء من غير تصريح، قائلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، فيا أيها الشيعة الشنيعة والرافض المبتدعة، اسمعوا ماذا يصف الله الصديق قائلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يتحول الخطاب من خطاب إلى الغائب من باب بيان الفضل في بعده إلى خطاب الحاضر من أجل أن ينصب الخطاب في القلب مباشرة. خطابات مليئة القرآن بخطابات مع الصديق عليه رضوان الله. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيقول: لا والله إني أحب أن يغفر الله لي، ووالله لا أقطعها عن مصطح أبدا. هذا الذي تكلم في عرضه. انظر السماحة، هذا القلب الكبير يتسع للإيمان ويتسع للحياة ويتسع للأخلاق العالية، ولا يتسع للأخلاق الذميمة والرذائل المبغوضة. هذا يتوقف عنده الإنسان ولا يسير أبدا. ماذا تحتاج أفضل من هذا المعنى؟ أن تكون قدوتك مثل أولئك الرجال. هذه الصور مضيئة. إذن فأنت واحد من المسلمين، واحد من المؤمنين، يتوجه إليك الخطاب أنك لا تقطع الخير. تصور، هناك فرق بين عفو وعفو. عفو الكبار وينبغي أن تكون منهم، والذي فيه الإحسان مع أنه قد أسيء إليك ليس فقط أن تسامحه، الإحسان بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. الإحسان الذي يبتدئ بمسح ما كان في القلب، الشحناء التي كلما فعل فلان إليك شيئا جمعته إلى الذي قبله حتى تضرب هذه الشحناء بعروقها وشروشها في القلب، فإذا أردت أن تنتزعها نزعت جزءا من قلبك، لا تبقي شيئا، دائما امسح كل شيء يصل إلى قلبك على مؤمن أو مسلم أبدا. كلما حصل السماحة، رسولنا عليه الصلاة والسلام يمسح ابتداء، يأتيه الأعرابي من البادية يأخذ يجبذه جبذة من ردائه حتى تؤثر حاشية الرداء في صفحة عنقه، يقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك. تعرف جلافة الأعراب، وهو أعظم ملك في ذلك الزمان
الذي لو أراد أن يطلب من الله أن يجعله ملكاً على الخلق كلهم ولكنه اختار أن يكون عبداً رسولاً يفعل به هذا، فلا يزيد على أن يتبسم ويقول أعطوه من مال الله. قدوة، هذه قدوات. وكم من الصحابة من أسيء إليه فلا يزيد إلى على أن يحسن إلى غيره، لكن أدنى هذه المراتب أن تكف الأذى عن أخيك، أحسن إليه بكف الأذى، لا تسلط عليه لسانك ولا سوء ظنك ولا تحمل عليه في قلبك، لأن كل واحد من هذه فيه أذى. الدرجة الثانية أنك تتبسم في وجهه، القلب نظيف، تقول له البسمة أيها المبتسم في وجهه إنك تقابل قلبا نظيفا، ما أعظمه وما أجله. وينطلق هذا العبد بجود وكرم سماحة عجيبة، فيبذل لذلك الذي أساء إليه. لذلك صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأعط من حرمك، هذه أخلاق لا يتصف بها إلا أهل الإيمان. فنحمد الله تعالى أن جعلنا من المسلمين، ونحمد الله تعالى أن بين لنا هذه الأخلاق حتى نتمكن من التخلق بها. فإن كان يوم واحد في السنة هو يوم النصف من شعبان فالله كريم سبحانه وتعالى وجواد، اليوم نتذكر فيه مناسبات طيبة، لكن هذا يتكرر، هذا يتكرر في السنة كثيرا. العبد أعماله وقلبه محط نظر الله إليه، فقد يغفر له بأي عمل يعمله. وتصوروا أن في كل أسبوع يومين أيضا، يقول صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، تفتح أبواب الجنة كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لجميع خلقه إلا رجلا أشرك بالله شيئا، إلا لمشرك، كل الخلق يغفر لهم إلا لمشرك، إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى أنظروا هذين حتى يصطلحا. يوم الاثنين هذا انتهى بينهما شحناء إلى أن يصطلحا، جاء يوم الخميس وقد اصطلحا غفر لهما. مواسم متجددة، المطلوب منا دائما أن دائما ننظف هذا القلب، لا نبقي فيه الغل والحقد والحسد على إخواننا، ولا يبقى شيء من الشحناء المتراكمة، بإذن ربنا سبحانه وتعالى يذهب ذلك كله. أما البقاء على الشحناء والبغضاء حتى يهاجر الأخ أخاه اليوم واليومين والثلاثة وأكثر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. بعض الناس يأتي يقول أنا يا شيخ لي منذ سنة كذا وأنا قاطع، يقول صلى الله عليه وسلم هجر المسلم سنة كسفك دمه، يعني أنت تعلم أن أخاك هذا أو أختك أنت كأنك سفكت دمه، كأن الدم انهمر على الأرض، هجر المسلم سنة يقول صلى الله عليه وسلم كسفك دمه. ولذلك كان في إصلاح ذات البين من خلال خطبة، من خلال كلمة، من خلال مطوية، من خلال الذهاب إلى أحد المتخاصمين وجره إلى الآخر، أو أن يصطنع له شيئا يجعله يصالح، من أعظم الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم، اسمع هذا الحديث، حديث عجيب، يا مصلي
يا صائم، يا من تتصدق، ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟ تصور هذا الأمر، ألا أخبركم بما هو أفضل من الصلاة، من الصيام والصلاة والصدقة؟ قيل ماذا يا رسول الله؟ قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. الذي يحلق الدين المشي في إفساد ذات البين. فلان يعني يبدو أنه نظر إليك نظرة غير جيدة، وفلان قال عنك طويل، وفلان قال عنك قصير، هو صادق في ذلك، فقد مشى في إفساد ذات البين وهو صادق، هذا قال فيه كذا، لكنه لم يكن بينهما فساد ذات بين. فجاء هذا قال ترى أنا صادق معك ولا أحب أن أخفي عنك، وأنا صريح ورجل بحب كلمة الحق. طيب ما هي كلمة الحق؟ هذا الرجل قال عنك كذا وكذا، هذه كلمة حق؟ هذه كلمة باطل، هذه حالقة تحلق الدين. فإصلاح ذات البين يقول صلى الله عليه وسلم أفضل من الصيام والصلاة والصدقة. ماذا تريد أفضل من هذا العمل؟ لماذا؟ لأن هذه القلوب عندما تصلح بينها تطهر وتتنظف وتأتيها المغفرة، غفرت لعباد الله وصفحت عنهم وعفوت عنهم، ولست أكرم من العفو الغفور سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أحيانًا يعوق الإنسان عن أن يصفح وأن يغفر وأن يعفو الكبر. يقول أنا أذهب إلى فلان وأصالح، من هذا؟ ماذا يعمل؟ كم معه في البنك؟ من بني من؟ من أي عشيرة؟ من أي بلد؟ ما جنسيته؟ إلى آخره. هذا كبر، وهذا لو أنه صفح مع هذا الكبر لم ينفعه ذلك. تعرف لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعم قد ينفعه الصفح لجانب، لكن في قلبه ما يمنع المغفرة وهو الكبر، أو مانع من موانع المغفرة. قد يكون ذلك أيضا بسبب سوء الظن في الآخر، والله تعالى قد علمنا وأدبنا أدبا جليلا عظيما، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وإن وقع في نفسك شيء على أخيك فلا تتتبعه ولا تبحث عن عيبه وعن وقوعه وعن عورته، لأنه قد ينكشف لك، بل قد ينكشف لك قطعا، لأنه كل إنسان فينا له عيب، لو تتبعت أي إنسان سينكشف لك شيء من العيب، تتبع، ولكن الله سيبتليك بذلك، من تتبع عورة امرئ تتبع الله عورته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد يكون ذلك بسبب عدم قناعتك بأنك المخطئ، لأن الإنسان يرى عيوب الناس لكن لا يرى من نفسه عيبا، لا ينتبه أنه أساء. فإذا نظر إلى عيوب الناس ونظر إلى عيبه وتفحص نفسه يقول ما أكثر عيوبي، أنشغل بالناس وفي عيوب الناس وفي إساءة الناس، وأنا عندي من الإساءة أضعاف ذلك، سامحتهم. خلق عجيب،
لكن يمنعك هذا. فاتهم نفسك عندما يكون بينك وبين أخيك خصومة، ابحث عن السبب وقل لعلي أنا السبب. يمكن أن لا يظهر لك السبب ولكن أنت السبب. عندما يأتي مصلحون يقولون كذا وكذا وكذا، والله أنا السبب، أنا أعتذر. لكن بعد ماذا؟ لو أنه ما جاء مصلح تحمل وزره إلى يوم القيامة، لا تنتظر أن تعرف حق الله عليك في يوم القيامة، اعرفه اليوم. وحق العباد، وإن كان لم يحصل منك سيئة، ربما ابتليت به لمعصية، وقعت في معصية فابتلاك الله به. إذن في كل الأحوال قد تكون أنت السبب بذنب. لا تقل أنا لا أذنب. ومن الذي لم يفعل السوء قط؟ ومن الذي له الحسنى فقط؟ عباد الله، وبعد هذا الحديث أتناول بعض الأمور على وجه السرعة فالوقت يسرقنا. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. والآن انتصف شعبان، هذا الحديث تكلم أهل العلم فيه. وعلى كل حال، فعلى القول بكراهة الصوم بعد النصف من شعبان، الأمر محمول على من لم يصم في أول شعبان، الذي خصص النصف الثاني من شعبان الكراهة تلحقه. من يقول من العلماء بكراهة صيام النصف من شعبان الآخر الذي هو قريب من رمضان وليس أوله، هذا مشروط بأن يكون لم يصم في أول شعبان. فمن كان يصوم الاثنين والخميس واستمر إلى رمضان لا مانع من ذلك. ومن صام الثلاثة الأيام أو ثلاثة أيام البيض، الثالث عشر والرابع عشر، فصام الخامس عشر، لا مانع من ذلك. والأعظم من ذلك أنه يصوم قبل رمضان من باب الشك، فهذا الذي لا ينبغي ولا يجوز. ثم أختم بأنه في النصف من شعبان ابتدع الناس بدعا. ولا ننسى ما قلنا قريبا، إن دولة من ادعوا أنهم فاطميون من الروافض ابتدعوا في دين الله عندما حكموا المسلمين بدعا صرفوهم عن السنة. ولا شك أن في المسلمين من فتح الباب على مصراعيه لقبول ذلك. تعرفون بعض المتنسكة وبعض المتعبدة وبعض غلاة المتصوف وكذا، أخذوا هذه البدعة واحتفظوا بها حتى بعد زوال دولة الفاطميين، بعد أن نحى الله عز وجل دولة الفاطميين التي كانت سببا في ضياع بيت المقدس، وسببا في ضياع العلم، وسببا في ضياع الدين، وسببا في قتل أئمة الإسلام. ذهبت هذه الدولة وذهب ما معها من بدع، لكن احتفظ بعض المسلمين الذين هم أرض خصبة للبدع فأخذوا بهذه البدع. فينبغي علينا أن ننتبه. فكل ما جاء في النصف من شعبان غير ما ذكرنا في قضية يطلع الله إلى جميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد فقط، غير هذا لا يوجد أي فضل متعلق بهذا، لا بصلاة ولا بصيام ولا بقراءة. وفيها من العجائب ما لا يعلم إلا الله. تصوروا أن يقال صيام يوم النصف من شعبان يكفر 60 سنة ماضية و60 سنة قادمة، يعني أعظم من ليلة القدر، يعني أعظم من يوم عاشوراء، يعني أعظم من يوم عرفة، وبدع كثيرة من صلاة وغير ذلك، وتكثير الوقيد، يعني يأتون بالزيوت ويشعلون الشموع والسرج في ميل ظاهر منهم إلى المجوسية الأصلية التي هي الدين الأصلي الذي غلفوه بقشرة رقيقة من دين الإسلام، فأظهروا الإسلام وحاربوا الإسلام من خلال هذه القشرة. فلا ينبغي لنا أن نعمل بذلك. وانتبهوا، البدعة حجاب عن التوبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجر البدعة عن كل صاحب إن الله حجر التوبة عن كل صاحب بدعة. لا أريد أن أتكلم عن ذنب البدعة، فأنتم تعلمون ذلك جيدا، ولكن أنبه أن الأحاديث التي في هذا موضوع مكذوبة. قال الشوكاني رحمه الله تعالى:
ما جاء من الأحاديث في النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها باطلة موضوعة، موضوعة يعني مكذوبة. هذا يقول الشوكاني رحمه الله تعالى من أئمة الإسلام. المشكلة هنا أنك إذا عملت بهذه العبادة ليس فقط ابتدعت، بدل أن تغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كذب عليه وتكره الذي كذب عليه، أنت تتبعه بدل أن تحذر من هذا الحديث الموضوع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول بل أنا أتبع هذا الحديث. فإذا لاحظنا هذه على وجه السرعة فأقول بارك الله فيكم، لا يوجد أي عبادة خاصة في هذا. من كان له صيام قبل ذلك يستمر في صيامه، من كان يقوم كل ليلة يقوم هذه الليلة كبقية الليالي، وإلا فلا يخصصها بشيء من ذلك حتى لا يكون من أهل البدع. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم من البدع وضلات الأمور ظاهرها وباطنها. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم فقهنا في كتابك وعلمنا محكم آياتك واجعلنا من المستنين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين، ووفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا المضطهدين في كل مكان، اللهم ارفع الظلم عن إخواننا في كل مكان، اللهم ارفع البأس عن إخواننا في الشام وفي العراق وفي غيرها من بلاد المسلمين. اللهم يا ربنا طهر الأقصى من أعدائك أعداء الدين، اللهم رده إلينا ردا جميلا. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.